يهمني الأول يعني أخذ رأي حضرتك في الأحداث اللي حضرتك شايفها والتنظيم لهذه الانتخابات والتجهيزات أيضا لهذه الانتخابات. مشهد وطني جيد. عدت لي الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل متميز ومتقن ودقيق ومنضبط منذ إعلان دعوة الناخبين وجدول الإجراءات التنظيمية والإدارية يوم 25/9 وما قبلها طبعا من تحديث وترقية قاعدة بيانات الناخبين وكافة الإجراءات ما بينها ترشح ودعاية انتخابية وتنظيم إداري ولوجستي. الكل شهدوا في لجان الاقتراع سواء كانوا قائمين على العملية نفسها أو الإخوة المواطنين الناخبين أو المتابعين سواء من جانب الإعلام أو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. حقيقة تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة. أيضا زي ما أشار المفكر الكبير أخونا الكبير الأستاذ علي حسن إن مناسبة وطنية. الشعب المصري دايما لما بيستشعر الخطر وما أكثره المحدق بنا من كل جانب بيهب ويزأر كالأسد لحماية عرينه وبذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن وسلامة وطنه القومي طبعا في كل المجالات. أعتقد يا فندم إن المشهد ده قدم رسالة لكل الناس سواء كانت في الخارج أو في الداخل اللي كانت بتحاول تشكك في عزيمة وفي قوة وفي تواجد الشعب المصري أو الناخبين المصريين أمام اللجان. لو حضرتك أذنت لي وضيفك الكريم تطلق على هذا المشهد عبارة أن لأول مرة في تاريخ مصر انتخاب واستفتاء في يوم واحد. يعني أقول فرضيا يعني أن كان فيه بطاقتين، واحدة لاختيار شخص مرشح من الأربعة وبطاقة أخرى نعم للأمن والاستقرار، نعم لسلامة مصر، نعم للتقدم، نعم للاستمرار في خطة التنمية، نعم للجمهورية الجديدة، نعم لكل شيء بيصب في مصلحة الشعب والوطن المصري. ولكن ترجم من المواطنين ليس بالأوراق وبعددها إنما ترجم في المشاهد الوطنية اللي شفناها من خلال الإقبال الشديد على التصويت. يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي بعد انصرافي من لجنة بحوالي نص ساعة. تمام. أنا صوتت أمس واليوم كنت صاحب زوجتي صوت، انتظرنا خارج اللجنة نتيجة الإقبال الشديد ودخلنا أمام اللجنة في طابور طويل حتى جاء الدور عليها ودخلت صوتت. كل هذا المشهد هو له شقين مزدوجين في توقيت واحد. الأول هو اختيار رئيس يقود البلاد خلال الست سنوات القادمة المملوءة بالتحديات والمخاطر، وأيضا استفتاء على الحفاظ صحيح على سلامة وأمن مصر القومي وعلى تقدمها ورفاهيتها إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك سيادة اللواء رفعت القمصان مستشار رئيس الوزراء الأسبق لشؤون الانتخابات.